باب السفر نقرأ الأبيات. يقول رحمه الله: فصل في حد السفر. وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشز. فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجرا. والأولون قصدوا التضييقا، والآخرون نظروا التحقيقا. وإن قصدت السفر المحمودا قصرت إذ تجاوز الحدودا، وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني. يقصر إذ يخرج من محله، وهو ضعيف فاسد من أصله. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعد فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر، وهو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، لا تقصرا فيه إلى أن ترحلا منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت عنهم فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبرا. وقيل إن رحلت عنهم فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وراكب البحر يريد سفرا من حين ما يركبه فليقصرا. طبعا النحاة بعض الاختيارات بين الرفع والنصب، وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصل معتبر. فالحكم للتمام أصلا معتبر، يجوز وجهه. وراكب البحر يريد سفرا من حين ما يركبه فليبصرا. ولو رسى مركبه في البحر، لأنما البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران. وذلك الحد لقصر من رحل، يقصر ما لم يكن فيه قد دخل، ويقصر البادي إلى